السلام عليكم. في حاجة اسمها اي ترانسميت اللي هي في قلب الادنس، دي عبارة عن ايه؟ عبارة انها بتاخد الموديل بتاعي باللينكات اللي موجودة جواه وتحطهم في فولدر واحد. ممكن يكون عندي لينكات كتيرة في اكتر من مكان، فعشان ابدا اخدهم واحطهم في نفس المكان وابدا اعمل ريلينك واظبط المسامير دي بياخد وقت. فاي ترانسميت بتوفر عليا الوقت ده كله. بيقول لي اي ترانسميت ريكواير اول ريفت موديل تو بي كلوزد، بليز كلوز اول اوبن موديل اند تراي اجين. هقفل اي موديل مفتوح، هقفل المشروع دوت اهوت، واجي هنا في الادنس واقول له اي ترانسميت الموديل، بيقول لي اختار الريفت موديل اللي انت عايزه وعايز تسيف فيه، فهقول له براوس موديل فيبدا يختار موديل معين، او اقول له براوس فولدر واختار فولدر ويبدا ياخد كل الملفات الموجوده جواه. اقول له براوس موديل دلوقتي وهقول له دي المكان اللي انت حافظ فيه الشغل بتاعك. هتختار الملف وتقول له اوكي، وبعد كده تشوف الفولدر اللي انت عايز هتسيف فيه الشغل بتاعك. اوكي، عايز تحط كل الريبورت بالاخطاء؟ لا انا مش عايز دلوقتي. هتعمل اوتبوت فولدر فور اتش سورس موديل، عايز تحط بقى اللينكات كلها بتاعت الريفت. الكاد لينك؟ لا انا مش عايز الكاد لينك خالص، لو في اي حاجه كاد لينك انا مش عايزها. دي دبليو اف مارك اب، حسب انا هبعتها لحد يراجع ولا هبعتها لحد بيستلم مني فيشوف الاخطاء ما شوفهاش. عايز الصور، عايز الكينوت فايل يكون موجود ولا لا. تقدر تضيف اي ملفات انت عايزها، تقدر تقول له اعمل لي كلين اب، هياخد وقت بس هيعمل لك بيرج وينظف. فطبعا الاختيارات دي كويس قوي. في اختيار اسمه ديسيبل ورك سيت، يعني هيلغي الورك سيت خالص. ممكن تقول له الغي كل الشيتات، يعني انت عايز كل الشيتات ولا عايز تلغيها، او تقدر تقول له انا عايز بس الشتات اللي موجوده جواه فيو. وبعد كده تقول له ترانسميت موديل، فهو ياخد الوقت بتاعه ويجهز لك فولدر فيه الملفات جاهزه معمول لها بايند، كلهم معوضين في نفس الملف. لو في اي ملف ريفت معمول له لينك ياخده معاه في قلب الفولدر. فده باخد الشغل دوت اروح مصدره او ابعته للكلاينت او ابعته للشركه اللي انا شغال معاها.